إذا مشاهدينا عدنا لكم لنتابع معكم بقية فقرات قهوتنا، على أمل إنه عن جد هيك فقراتنا تنال إعجابكم. وحاليا رح نكون مع مضمم ميداني عمل 12 سنة بسيارة الإسعاف وتحول بعدين لمهرج طبي من 5 سنوات، وبيستقبل الأطفال بغرفة العمليات وغرفة الطوارئ، وبتتساءلوا شو بيساوي معهن هناك، ورح نعرف من خلال استضافة المهرج الطبي سرحان محميد. صباح الخير. صباح النور، كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك. يعني تعرف إسه هيك مفاجأة على الهواء. مفاجأة على الهواء. مفاجأة على الهواء. بدي أنا أفاجئك أكثر عشان نكمل المشروع يعني. إسه دعتيكي أنا بس شوي صغيرة. أيوة هيك. أيوة خليكي أنت كيفها. إسه أنت مهرجي معي وبدنا نطلع على الهواء عشان يكون المقابلة حلوة. شو رأيك؟ إسا انت شو شايفه؟ انا شوي مش محضريني لهيك موضوع. انا مفاجأة حلوة. لا اشوف على الكاميرا، معلش خذوا كلوز خلينا. يا حرام عليك. طيب إسا خلينا نشوف، انا نبلش بالمفاجآت، حطيها عشان تملي المفاجأة. شايفه انت حاطه خشم احمر وانا حاطه خشم احمر. اوكي انت شايفه اي لون هون؟ احمر. بطلتي تشوفي؟ لا إسا لانه بعد المفاجأة اكيد. قبل ما تشوف هون اللون الاحمر فكري بعدد زوجي، بس ما تقولي ليش من 1 لـ3. فكري، فكرتي؟ من 1 لـ3، بس ما تقولي ليش. 2. شاطرة. طيب هي متفاجأة شيء ببالي. بس انا دعتك. يعني 2 طبعا لك. انت شايفة هون الطابة الحمراء. بدعتيها بايدك، امسكي ايدك، اعطينيها، امسكيها، شد عليها، قولي هوكوس بوكوس. هوكوس. بلي لي بوكوس وفلتيها لعندي وحطيها هون. شايفين؟ شايفين مقشرها؟ شايفين المزعتر عندكم؟ لحظة ما شافوش على الهاتف. شوفوا قديش كم من طابع طلع، اعطيتها وحدة. بنفع اقيمها هاي؟ ما بنفع. اوكي. شكرا لك كثير. وإسا تفضل الحلقة. على كل كثير المفاجأة حلوة، يسلم ايديك. وايديك. وحبيت الفكرة أنا. حبيتيها؟ هاي كيف بتطلع ال هي إحدى المفاجآت للأطفال لما إحنا بنكون بنعالج الطفل. نعم. بيجي بيكون الولد مثلا بعد حادث طرق، بتيجي أنت قاعدة بالإمرجنسي، بيجي الولد بيكون لحاله لباله بلا أم بلا أبوه، بيكون جاب الأمبولانس بنزلوه، بيكون مربط. أنت بتيجي تعملي له هذا السحر بتصير بتغير بالضبط. يعني هو بيكون مفكر إنه حادث، كسرت إيده، انكسرت إجره، شو بدي أسوي؟ الماما خايفة، البابا خايف. فأنا بفوت بالنص يعني وبقول له أنا بابا أنا هون الدكتور، كيف حالك؟ إيه بشوف شو خشم أحمر، شو الدكتور هذا؟ شو هذا مهرج وجايين هنا إحنا نعمل؟ وبقول له شايف حبيبي هاي الدجاج، امسك لي شوي عشان ضغطوا لي الإبرة. أنا بعطيكي إياها. أنا معلش اليوم أنا اليوم بدنا نعمل لك كم اليوم يعني عن جد مفاجأة اليوم. مفاجأة كبيرة. بعد في كمان شو كثير عندي شنطة العزائم أنا هون، فأنا بقول له أنت شايف حبيبي إحنا اليوم عشان أنا هو في المخ في زي بتقولي قنوات انه عم بفكر لسه انا فتت مستشفى عملت حادث شو صار، انا بدي اقطع الحبل التفكير تبعه عن طريق التهريج. فانا بفوت له انه بسحر صغير بضحكه بابتسامه، اهم شيء الابتسامه. حلو. انت عن جد بتطلع الاطفال من الخوف يعني اللي بيعيشوه، لانه عاده يعني الاطفال اللي بيجوا على المستشفى بيكونوا يعني بحاله معينه خوف، والخوف هو عمليا مرات كثير بتمركز علينا، هو يعني يمكن بيزيد المرض يعني كتير. الخوف الداخلي كثير. مثل احنا نقدر نقول المرض اللي عندهم سرطان فبيكون عندهم جهاز المناعه صفر حتى اكثر من الصفر. صحيح. فوت التهريج بالنص لما الولد بيكون تعبان وبعد عامل عدة علاجات كهربائية وإشي تاني، فإحنا منفوت بالنص. نعم. ومنضحكه كيف منفوت بقوله صباح الخير، عندك وحياتك بطاطا؟ شو بطاطا؟ شو أنا محل خضرة؟ فأنت بيقوله يا عمي شو شايف في خضرة هون؟ فأنا بفوت بالنص. شو بتصير بجهاز المناعة؟ شوي شوي الأنتيبيوتيك بصير يطلع عنده. نعم. لأنه بأخذ أنتيبيوتيك أو دواء تنزل جهاز المناعة، أنت بتفوتي بالنص. إحنا مش بس من هالرجل للطفل، إحنا كمان للأهل، الأهل تعبانين. صحيح، الأهل أكيد بيكونوا كمان تعبانين. فأصلا لما أنا بعمل له هيك، شايفي؟ خفيش أنت تخفي. أنا لأنه صار في مفاجآت كتير بدي أحضر حالي، خلص نفسيتي جبت لك. هذا بقول له بالون، هاي خيارة لإلك، هدية، بتقولي لي شو خيارة؟ شو بدي فيها هذا البالون؟ عمل لي شكل. فأنا بقول له بتعرف شو؟ أنا عامل لك كلب صيني. شايفي بتخلي الكلب الصيني، اعملي هيك، بدك صورة خفة إيد. كان لأنه الولد ضيقه خلقه، بقول له شايف هذا الكلب حبيبي بضيقه بالضبط هاي بالكلمه. انا دائما بالعكس. اوكي خلص بعمل هون بقول له شايف حبيبي هاي الانتينه بلوتوث.
تمسك شلاته التلفزيون لو بتكبس بصير يمشي لحاله. حلو هدية. شكرا عن جد كثير حلو على فكره. رح احطه يعني زينه عندي بالاستوديو. هلا ميكس لميكس طبعا. انا عملته يعني ميكس. اوكي فتهريج الطبي كثير بيساعد اليوم مش بس للطفل هو كمان للاهل. لما انا بشتغل بالمستشفى في حالة الطوارئ الطفل دائما بيكون لحاله، او مثلا صار في حادث معين، اجت وحده بعد ابيليبسيا وقعت بالشارع عمرها 12 سنه جابها الامبولان فخافت يدقوها ابره، فانا فرد بقول لها مرحبا انا الدكتور هون هيك البروفيسور الكبير جاي اعمل لك اخذ ابره. لا بدي شو بدي قلت لها شايفي معي هون فراشي بحط فراشي بلزقها على الابره ولا شايف الفراشي بدها تنزل تخضر رحيلك منك. انا بتقول لي رحيلك بقول لها هون بين كبير عين في عسل كمان حلو. فانا باجي معاهن انه كيف نغذى بالعقل حلو زي تنغذى الاخ نغذيك بقول لها معليش هاي الفراشي. بتعرف انت قديش عن جد بتخفف على يعني الاوجاع تبعت الاطفال وانه تفكيرهم متمركز بس اسا بالوجع وبالابره وشو بده يصير معي كذا بالزبط. فعن جد انت يعني بتساعدنا. بس كيف يعني هيك الفكره من اجت الفكره؟ من وين اجت الفكره؟ إيه اجت واحد اسمه بريتش ادمز كان يعالج مرضى في أمريكا حب يجيب السيرك للمستشفى للأولاد اللي عندهم سرطان. نعم. فهو فات إنه عن طريق التهريج فشاف إسا أنا مهرج. نعم. مشلح الخشم الأحمر أنا بني آدم معك ففي إشي بتغير فيه. هو قص البومبة تبعت اللي تسحب الماء حط خشم أحمر سأل الولدي في الولد لما شاف خشم أحمر غير طبيعته يعني مهرج بالمستشفى فمن غير انطلق التهريج الطبي واكتشفوا كثير بروفيسورية بالعالم انه عم اليوم عم بيسووا انه التهريج مش بس بالمستشفى مش بس بيقدر بالبيت بالمدرسة. نعم. بعد حرب معين احنا رحنا عالجنا اطفال وامهات كان عندهم خوف فاحنا كنا نفوت بالتهريج. مثلا هسه احنا عم نعمل على 100 مرة لما هن بيفوتوا على بده يحبلوا بالانبوب ولد الانبوب. نعم. فاحنا اخذنا 100 امراه ضحكناهن و100 ولد ضحكناهن